بحضراتكم، لسه مكملين أخبارنا في برنامج صوت الناس، وعاوزة أتكلم معاكم عن خبر مهم يخص الاقتصاد المصري. الحقيقة بدأ يتحسن بشكل ملحوظ، وإحنا لسه في منتصف مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي. وزي ما صرحت جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لليوم السابع، إلا أنه كانت ردا على الأسئلة يعني اللي توجهت لها من اليوم السابع، أن الاقتصاد المصري شهد تحسن ملحوظ في تدفقات رؤوس الأموال ومستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن لصادرات والسياحة، كاشفة على أنه الحكومة المصرية وصلت لمنتصف عمر برنامج الإصلاح البالغ 3 سنين، ومر دلوقتي 1.5 سنة على إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كمان صرحت أنه الحكومة المصرية هتركز خلال الفترة اللي جاية على تنشيط نمو الاقتصاد ورفع معدلات التوظيف، مؤكدة أنه نحو 700,000 شاب بينضم سنويا لسوق العمل في مصر. خلينا نتكلم أكتر وتفصيل عن الموضوع ده مع الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. رأي حضرتك إيه في التصريحات اللي قلناها مؤخرا بخصوص الاقتصاد المصري، وخصوصا أنه شاهدين تحسن ملحوظ وإحنا لسه في نص المدة للبرنامج الإصلاح الاقتصادي؟ دي حقيقة حضرتك، يعني الفترة الأولانية الحقيقة كانت صحيح متعبة جدا على الجميع، وخاصة الغالبية العظمى في الشعب، لكن الشيء الجميل أنها مشيت الحمد لله بسرعة أكثر مما كنا متوقعين، وإن شاء الله الفترة الجاية هتتسارع أسرع علشان النتائج يشعر بها الشعب كله. يعني إحنا كل الشعب تعب، يعني أنا دايما أقول مش بس البسطاء، كل الناس تعبت، لكن كل الناس كانت مستعدة تستحمل مستحملت، ودي النتائج بشهادة المؤسسات الدولية عشان مش إحنا اللي بنقول. الفترة الجاية أنا بتوقع طبعا، لأن الشعب اتعمل في الفترة الأولانية هتشهد فترات من تسارع النمو والتنمية، وانا بكرر لان في فرق كبير قوي بين الاثنين، تسارع ما بين النمو والتنميه اكثر بكثير مما كنا متوقعين. احنا عندنا تحدي هائل، وهو ان كل سنه عندنا 700,000 واحد ينضموا الى فريق العمل اللي عاوز يشتغل، شباب ينضموا الى سوق العمل، وده تحدي كبير جدا. وعندنا تحدي ايضا في الامن الغذائي، وده احنا ما نقدرش نكسره، وعندنا تحدي اكبر منه في التكدس السكاني وتم تمثيله المدن الجديده والطرق الى اخره، لكن الحمد لله الصعب عد، يعني اقدر اقول الشيء الصعب والتقيل اللي هو البنيه التحتيه عد، سواء كانت بقى طرق، صحيح لسه عندنا شغل لكن الجزء الاكبر عد، الطاقه والطرق وبنشتغل على السكه الحديد وعلى المترو، الجزء الصعب عد. فاعتقد ان الفتره الجايه ان شاء الله هتشهد انفراجه، والشعب كله هيشعر ان الامور ابتدت تتغير. ولو بصيتي حضرتك حتى على الاسعار اللي ابتدت تنزل من وزاره التموين عشان رمضان والى اخره، فما بعد كلها تبين انه احنا عندنا طفره الحمد لله في النمو وفي التنميه. حضرتك بتقولي ان الشعب المصري ان شاء الله هيحس بالنتائج الخاصه بالاصلاح الاقتصادي، في اي مجالات ممكن تظهر هذه النتائج بصوره واضحه؟ ويعني لو في مجال هيبقى متطور اكثر من غيره او الشعب يقدر يحس بيه اكثر؟ أول مجال في خلق فرص عمل، كل الناس هتشعر في الفترة الجاية إن في فرص عمل كتيرة قوي ابتدت تبان. ثاني مجال في انخفاض الأسعار، ده علشان المشروعات القومية اللي حاليا الدولة بتتبناها مش كده؟ عشان بقى يعني الدولة تبنت مشروعات ضخمة فيها تقريبا 3 بليون، لكن الفترة الجاية بقى لما حضرتك بتمشي طريق في مكان بتبص تلاقي جيله وصاله عمران، هو ده بقى اللي هيبان أكتر والناس هتشتغل فيه أكتر. ففي الجزء الاولاني هيشعروا فعلا ان في انفراجه في العمل، الجزء الثاني في التكدس السكاني، الناس تعبانه قوي من التكدس السكاني، الجزء الثالث هو ازمه المرور. ان شاء الله برضه في الفتره الجايه ان شاء الله هنشعر بانفراجه فيها، الجزء الرابع هو الامن الغذائي. هتشعري حضرتك ان الاسعار ابتدت تستقر وترخص. ايوه دي اهم حاجه الشعب بيركز عليها، وهي دي الترمومتر اللي بيقولوا فيه اذا كانوا هم هيقدروا يستحملوا ولا لا، ومقارنه الاسعار بالمرتبات وما الى ذلك. دي حتبان قوي في الفتره الجايه، ده بالاضافه طبعا ان موضوع المرتبات والمعاشات كل ده موجود وبينظر فيه وبيتحسب، وان شاء الله هيكون فيه يعني زي ما كرر لحضرتك انفراجه برضه للجميع. كل الناس تعبت في الفترة اللي فاتت الحقيقة، ولذلك صحيح. أنا عايز أقول يعني إن المجهود اللي اتعمل إن شاء الله هيبان أثره
في النص الثاني بقى من الانفراج. ومحدودي الدخل اكيد من اكتر الناس كمان اللي هتكون مستفيده من هذه الانفراج. طبعا حضرتك بصي على المشروعات مثلا في السكن. يعني كل ده الناس كلها هتشعر في الفتره الجايه بانفراجها باذن الله. بنشكر حضرتك دكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، شكرا على وجودك معنا. وزي ما اتكلمت واكدت دكتورة بسنت انه فعلا هيكون في انفراجة وتحسن، بس احنا نصبر شوية، عارفين ان احنا بنمر بفترة صعبة، عارفين انه التحديات كبيرة ومش سهلة، بس احنا هنقدر ان احنا نعديها وواضح نتائجها من دلوقتي، واكيد لو صبرنا كمان فترة بسيطة ان شاء الله هنحس بنتائج احسن واحسن، ونتمنى الخير باذن الله لكل الناس.